نداء الإسلام من مكة المكرمة. إيمانا بدور الإعلام وما يشكله من أهمية لنشر الدين الإسلامي وخدمة الأمة الإسلامية، افتتح في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله قنوات دينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة، وسعياً لاستكمال تلك المسيرة الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون السعودي، تم تطوير إذاعة نداء الإسلام، وبتوجيه ملكي تم تمديد ساعات البث إلى 12 ساعة يومياً وعلى موجات مستقلة. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة انطلقت عام 1381 هجرية بقصد حمل رسالة الإسلام إلى العالم الإسلامي بصورة عامة، وخاصة في المناطق التي لم تكن لديها كثير من الأجهزة التي تقوم بعملية التوعية الإسلامية. استمرت الإذاعة على هذا النهج حتى عام 1431 هجرية الموسم السابق في اليوم الثامن، كان مرت ذكرى مرور 50 عام على تأسيس هذه الإذاعة. كانت هناك معطيات كثيرة تنبئ بأن هذه الإذاعة سوف تتطور، ومن ضمن هذه المعطيات أن الوزارة أطلقت قناة للقرآن الكريم وقناة للسنة النبوية، وبالتالي حان الدور على إذاعة نداء الإسلام بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. تم صدور أمر بتطوير هذه الإذاعة وتمديد بثها إلى 12 ساعة وعلى موجات مستقلة. أعدت إذاعة نداء الإسلام دورة برامجية جديدة مدتها 3 أشهر كمرحلة أولى في التطوير، اشتملت على دروس توعوية وتلاوات قرآنية مجودة بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين. في الفترة السابقة كانت إذاعة نداء الإسلام محصورة في ساعتين، وبالتالي تم تحديد غالبية البرامج أو كل البرامج بأن لا يزيد كل برنامج عن 10 دقائق. لم نستطع في تلك الفترة إيجاد برامج طويلة، لم نجد في ذلك الوقت متسع لتقديم برامج مباشرة على الهواء، لم نجد متسع من الوقت لطرح بعض الأفكار والندوات التي يمكن من خلالها إيصال رسالة أكبر وأشمل. نداء الإسلام من مكة المكرمة. 50 عاما من العطاء والعمل، منارة في درب الإعلام العربي أطلت بها إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة على أرجاء العالم الإسلامي. أمل محمود، مكة المكرمة.